السلام عليكم. ناس كتيرة جدا بعتت لي في التعليقات: أرجوك اعمل لنا تحليل لوفاء مكي وميار الببلاوي. طيب نتكلم على القصة بسرعة كده. وفاء مكي كان حصل معاها مشكلة من 10 سنين تقريبا، وبسبب المشكلة دي اتحكم عليها ب10 سنين. المشكلة دي ان هي كان عندها 2 خادمات، مروة وهنداوي عبد المجيد. الاتنين دول خادمات موجودين عندها، وعلى كلام وفاء مكي ان الاتنين دول سرقوا حاجات من عندها. بسبب ده هي ابتدت ان هي تعذبهم. على الكلام اللي بيقال ان هي جابت سكينة وسخنتها على النار لغاية لما السكينة احمرت من كتر السخونة، وابتدت ان هي تحرقهم وتعذبهم وهكذا، يعني عقابا ليهم. طيب بناء على ده اتسجنت 10 سنين سجن، القضاء حكم عليها ب10 سنين سجن. خلصت الفترة بتاعتها وطلعت من السجن. بعد ما طلعت من السجن ونفذت العقوبة بتاعتها، ظهرت في برنامج وابتدت تعيط وتقول ان هي كانت مظلومة. وفي نفس الوقت طلعت واحدة اسمها ميار الببلاوي. الست دي طلعت وقالت ان وفاء مكي مظلومة، وانا كنت عارفة ده من زمان. طيب ما اتكلمتيش ليه من زمان؟ سبتيها ليه تتسجن 10 سنين كاملة؟ ما علينا، احنا دلوقتي هنحلل الشخصيتين وهنشوف هل ممكن مثلا ميار الببلاوي تكون مثلا ما بتقولش الحقيقة. طب وهي لو مش هتقول الحقيقة هتستفيد ايه اصلا؟ ولو بتقول الحقيقة ايه اللي يخليها تقولها دلوقتي ما قالتهاش ليه زمان؟ وخصوصا ان لو كان عندها اثباتات مادية مثلا او حاجات زي كده. ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. بس استأذنك قبل ما نكمل الفيديو، ما تنساش تعمل لايك، وما تنساش ان انت تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس، وطبعا ما تنساش ان انت تصلي على النبي. ويلا بينا. طيب خلونا الاول نحلل وفاء مكي مبدئيا. بس انت لأول مرة تتفرج عليا، انا اسمي هادي جنيدي، انا محلل شخصيات عن طريق علم اسمه علم الفراسة. ناس كتيرة جدا اتكلمت عن العلم ده، بس انا عايز احاول اختصر في الفيديو على قد ما اقدر، لكن باختصار شديد. علم الفراسة هو ان انت تقدر تحلل شخصية اي بني ادم، بس مجرد ان انت تبص لوشه، الزوايا اللي في العين، اللي في الحواجب، اطار الوجه نفسه، كل ده ليه معاني في العلم ده. فبالتالي انت تقدر تفك شفرة اي بني ادم انت بتتعامل معاه من خلال النظر لوشه بس. طيب خلونا نحلل وفاء مكي ونشوف ايه الشخصية دي. طيب اولا الوجه ده يصنف اللي هو الوجه المعين، عظمة المعينة اهي اهي، اعرض جزء في الوجه، وطبعا الجبهة عريضة بتاعت الوجه ده. اذا الوجه ده احنا بنقول عليه الوجه المعين. ماله الوجه المعين ده؟ شخصية بتكون مقاتلة، شخص حقاني جدا، لكن مشكلته انه مغامر ومخاطر وفظ في التعامل مع الناس. الشخصية دي مقاتل حرفيا، لكن هو ما يظلمش حق، ما يظلمش حد، وما يرضاش بالظلم اطلاقا. لو انت ليك صديق عنده العظمة اللي هنا دي بارزة جامد، لاحظ كده لو حصلت لك مشكلة هتلاقي ده اول شخص بيحاول ينصفك في المشكلة دي لو انت فعلا مظلوم. جميل جدا. طيب معنى الكلام ده ان هي حقانية والكلام ده كله، يبقى معنى كده ان هي ما عذبتش البنتين الخادمات دول مثلا. ثانية واحدة يا صديقي العزيز ويا صديقتي العزيزة، احنا اتفقنا الوجه ده ما يظلمش حد، لكن هو كشخصية هو مقاتل. الحالة اللي فيها الخادمات سرقوها او عملوا معاها اي موقف ضايقها لدرجة ان هي عايزة تنتقم منهم، هي هنا عندها حق في الانتقام ولا لا؟ هي عندها حق، ولكن شكل الانتقام بيختلف من شخص لآخر. هي دي الفكرة، وهو ده اللي عاقب عليه القانون. طيب لو لاحظتوا معايا هتلاقي الحواجب طالعه لفوق ونازله مره واحده. النوع ده من الناس بيكون حاد الطباع. الحاجب ده لما يركب على الوجه المعين، الشخص ده فعلا بيكون حاد الطباع. ولو فاكرين زمان لما كانت بتمثل وفاء مكي، كان دايما المخرجين بيحطوها في الادوار اللي فيها بتعلي صوتها، ادوار الشر، لان حدية الطباع في الشخصية دي تنفع في التمثيل، لكن مش معنى كده ان هي شريرة. النقطة التانية، الحواجب القريبة من بعض دي بتدل على ان النوع ده من الناس بيكون حساس جدا، يعني اقل حاجة تحسسه باهانة. مع الشخصية المقاتلة حدية الطباع ممكن جدا ان هي تعمل اللي هي عملته ده. طبعا دي كانت في لحظة غضب طبعا. طيب جميل جدا. اذا انا ممكن اقدر استنتج بناء على تحليل الشخصية البسيط ده ان فعلا ممكن تكون العمل الاجرامي اللي حصل ده، الشخصية دي ممكن جدا تعمل كده.
طيب تعالوا نشوف ميار الببلاوي وهي بقى بتتكلم في لقاء تلفزيوني وبتقول ان انا كنت عارفه ان هي مظلومه وما رضيتش اقول ده وقلت، وتعالوا نشوف. كان هقول لك ايه اللي حصل، كلمني المصور الصحفي سيد شعب. طيب بصوا كده، مبدئيا شايفين الاطار العلوي من العين؟ الاطار العلوي من العين هنا للاسف هو مثلث. كنت عملت فيديو هتلاقيه في الاي اللي فوق دي او هنا عن العين المثلثه. الشخص اللي عينيه مثلثه للاسف ده شخص بيكون مادي. فاذا لغايه دلوقتي ممكن تكون عملت ده بسبب الفلوس، وممكن تكون عملت ده لسبب تاني، بس هي لو مش صادقة هيبقى الهدف الأساسي الفلوس اللي يخليها ما تطلعش غير دلوقتي، يعني ما طلعتش ليه زمان. طيب خلونا نكمل. بس وقال لي انا عايزك تقفي جنب وفاء وانا عارف الموضوع، وهي قالت لي، فانا لو انا واحده وحشه كنت قلت له لا طبعا ما تكلميش تاني. طيب مبدئيا كده هزت الراس الكتير دي والواحد بيتكلم دي معناها ان هو مش واثق في الكلام اللي بيقوله، خايف ان الناس ما تصدقوش في الكلام اللي بيقوله، خصوصا كمان لو لاحظتوا، بصوا كده ركزوا معايا، وهي عماله تتكلم دايما بتبص ناحيه اليمين، بصوا بصت ناحيه اليمين كم مره؟ اللي حصل كلمني المصور الصحفي سيد شعب وقال لي انا عايزك تقفي جنب وفاء وانا عارف الموضوع، وهي قالت لي خدتوا بالكم من البصه دي؟ كنت قلت له لا طبعا ما تكلميش تاني. سي انت تتكلمي، انت عارفه اللي هو الناس اللي هو الموضوع كده بيتنبش من المود الصحيح. انا عمري النقطة الثانية، منطقة العادات والتقاليد عندها للأسف مليانة شوية، ودي كنا اتكلمنا فيها كتير قبل كده، وفي فيديو هتلاقيه في الآية اللي فوق دي، أعتقد الفيديو ده في الانتساب بس موجود فيه الجزئية دي بالتفصيل. النوع ده من الناس ما بيلتزمش قوي بالعادات والتقاليد. بس خلينا نكمل. مين اللي نبش فيه؟ هو اتنبش دلوقتي. مين اللي فنع؟ مين اللي بيتكلم فيه؟ بصي هو أنا ما اتكلمتش فيه، لكنك أنت تخيلي. بس خلاص، هي في نقطة باينة جدا اتكلمنا قبل كده عنها دي، الأنف لما تكون ضيقة فتحات الأنف مش بعيد عن بعض. النوع ده من الناس للأسف ما بيعرفش ياخد قرارات من دماغه، يعني ينفع حد يوجهه علشان يقول ده. كنا اتكلمنا في الملمح ده تحديدا في الفيديو اللي هو بتاع الولد اللي اسمه قصي بيطار، الشخص الملحد ده اللي بيقعد يتكلم على الدين وبتاع، ولقينا الملمح ده في وجهه رغم ان الوجه بتاعه كان وجه معين، يعني شخص حقاني. فيها اوضه العمليات عشان اعمل عمليات، عشان اعمل قلب، دخلت اكتر من عمليه قلب، كل مره كنت بدرك كده بس اقول بيدفع عمري لحد. طيب هي دلوقتي بتقول ان هي عملت كذا عمليه قلب، وكل مره بتدخل فيها اوضه العمليات تقول يا رب مدي في عمري علشان اقدر اطلع واقول ان وفاء مكي مظلومه. طيب مبدئيا كده اي بني ادم بيدخل يعمل عمليه ايا كان شكل العمليه دي عامل ازاي، بيبقى عنده اعتقاد ان هو ممكن مش هيعيش تاني، حتى لو كانت العمليه دي في صباعك. دي بقى بتعمل عمليه قلب وقالت على كلامها انها عملت كذا مره عمليه قلب، ماشي ممكن تكون اتدربت في اخر مرتين ثلاثه، لكن اول عمليتين اكيد هي كانت مرعوبه، مش في دماغها ان انا ربنا يطول في عمري علشان اطلع اقول حاجه زي كده. ده بالعكس، واحد لو داخل يعمل عملية زي كده، عملية قلب يعني، وارد جدا انه يموت في عملية زي كده. المفروض ان لو في حاجة زي كده المفروض انه يقولها كان قالها قبل العملية. طيب انت بناء على ايه برضو بتقرر الكلام ده؟ ما هو الكلام اللي انت بتقوله منطقي بس ممكن ما يمشيش مع كل الناس. لا، لازم يمشي هنا لسبب. شايفين الحاجب ده؟ الحاجب اولا مرفوع جدا، النوع ده من الناس بيكون جريء قوي ما بيخافش، ونازل بزاوية حادة. الحاجب ده احنا اتكلمنا عنه تحديدا في الفيديو بتاع رضوى الشربيني هتلاقيه في الاي اللي فوق دي. النوع ده من الاشخاص اي فكره بتيجي في دماغه بيعملها على طول بدون تفكير. المفروض واحده بالمواصفات دي لو فعلا هي شايفه ان في شخص مظلوم ما تستناش كل الفتره دي اطلاقا. والعينه هي باينه قوي انها مثلث اللي هي اللي فوق دي. بس خلاص دي القصه. معقول كلمة الحق بدل يحصل على الله كله. فأنا من وجهة نظري إن ميار الببلاوي في حد هو اللي لقنها وهو اللي قال لها تقول الكلام ده، والمقابل قصاد ده دي وجهة نظري والله أعلم، بناء على تحليل الشخصية اللي أنا عملته معاكم دلوقتي. اكتب لي بقى رأيك في التعليقات
وطبعا لو عجبك الفيديو اوعى تكون نسيت انك تعمل لايك في اول الفيديو، فاستأذنك لو ما عملتش لايك في اول فيديو اعمل لايك، لو عايز تعمل ديسلايك اعمل، ما فيش مشكله، بس اعمل اي حاجه يعني. ولو ما كنتش مشترك في القناه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس عشان توصل لك فيديوهاتي اول باول. وبس، مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. سلام عليكم.